لغسل الوجه. من الخطأ استعمال لوح الصابون العادي لغسل الوجه، فهو يسبب نشاف البشرة، لذلك يجب استعمال غسول محدد لكل نوع بشرة. من الخطأ غسل الوجه من دون غسل اليدين أولاً، فهذا قد ينقل البكتيريا إلى البشرة. من الخطأ اعتماد نفس المنشفة كل يوم إذا كانت تستعمل فقط لتنشيف الوجه، فيجب استعمال منشفة جديدة كل مرة يتم غسل الوجه، وذلك لتفادي تخزين الجراثيم وانتقالها للوجه. من الخطأ عدم غسل الوجه بالمياه بعد استعمال المطهر، فالرواسب ممكن أن تجفف البشرة، لذا يجب غسل الوجه بالمياه الفاترة بعد استعمال المطهر.